مع الله يا ميسر لي أموري توكل على يسر أموري مع الله يا ميسر لي أموري توكل على يسر أموري إلهي بسألك تنصر حجوري على باقي تعدى في فجوري حجور العز والعن بالحجوري حجوري ما تنازل عن حجوري حجور العز يا وكر الصقوري يا شاورة الورى لأشدرها صورة عليهم يا حجور العز توري وردي كل باقي لجحر غوبات الطيمي الحوثي وشوري سال التاريخ من قابل عصر يا قيلي بايجيك الرد فوري حجوري خلاد التاريخ حضوره حجوري معتالي فوق البدوري وبالأمجاد قد شيد قصوره حجوري في المعارك ما يخوري يساس المعركة والشوري شوره حجوري محتاز فارس جاسوري ووين الخصم لا هاجت بحوره حجوري لو يقول يا أرض توري تدر وتكفل أرضه أي دوره حجوري كان فجدد حضوره عبيد المعتاد واقلع جدوره نبيت الفرس غربة بالفجوري وفكر الرافضة مطمس ظهر آيات العز أو بطن الكفوري والطبع الحر وافي في شغور نقي الموت للحوثي ضروري نسهل لهنا للدنيا عبور ندوس الخشم وندق النحوري ولهلا لسانه مطفع بصر مع الله يا ميسر لي أموري أنت وكل على يسر أموره إلهي بسألك تنصر حجوري على باقي تعدى في فجوره حجور العز والعن بالحجوري حجوري ما تنازل عن حجوره حجور العز يا وكر الصقوري يا شاورة الورى لأشدرها صوره عليهم يا حجور العز توري وردي كل باقي لجحر غوبات الطيمي الحوثي وشوري سال التاريخ من قابل عصر يا قيلي بايجيك الرد فوري حجوري خلاد التاريخ حضوره حجوري معتالي فوق البدوري وبالأمجاد قد شيد قصوره حجوري في المعارك ما يخوري يساس المعركة والشوري شوره حجوري محتاز فارس جاسوري ووين الخصم لا هاجت بحوره حجوري لو يقول يا أرض توري تدر وتكفل أرضه أي دوره حجوري كان فجدد حضوره عبيد المعتاد واقلع جدوره نبيت الفرس غربة بالفجوري وفكر الرافضة مطمس ظهر آيات العز أو بطن الكفوري والطبع الحر وافي في شبر نقي الموت للحوثي ضروري نسهل لهنا للدنيا عبر ندوس الخشم وندق النحوري ولهلا